is the actual command? دون استخدام الرصاص فيها نوع من التعبير عن النفس، فيها نوع من التنفيس، نوع من الأحلام، حلم ورؤية جديدة لبيوت أو لمستقبل قرية كاملة. يعني ممكن كمان محيط الأبنية، القرية كلها مثلا الملاعب، الساحات، المؤسسات اللي فيها. هذه البرشة هي حتى يعبروا أهالي القرية عن أمالهم في أبنية جديدة وبيوت جديدة وشعورهم بخسارتهم للبيت القديم، وحتى كمان يحطوا شوية من أفكارهم وأحلامهم في البيت والبيوت اللي بدها تبنيهم إياهم في بلدين على يسر. انه جميع المؤسسات تعمل نشاطات مثل النشاط اللي يتم عمله حاليا والنشاطات الاخرى مثل المخيمات الصيفيه والنشاطات اللي بتخفف من معاناه هؤلاء الاطفال، لانهم بيسمعوا دائما بس صوت الرصاص والمتفجرات والحروب. الاطفال لم يشاهدوا الشعب الاسرائيلي ولكن يشاهدوا الجند الاسرائيلي بسلاحه يقتحم هذه المنازل ليلا ونهارا. واحد بيحلم شو رح يكون بيته وشو كيف بدي يكون مع حديقة ومسبح، فيعني كتير اشي كويس انه اطفال من هيك نعودهم على هيك اشي. ايدك جوا طلع ايدك برا إذا شوية يعني يكون خيبة أمل كبيرة إنه أحد يبني بيته وآخر شيء يجي يعطوه اختار بالهدف، فكذا يكون إشي رح يضايقك ويعصبك، خصوصا إنهم يعني ما لهمش تقريبا شهر يعني هدموا هون بلوكسين وهدموا شارع، شالوا شارع، فيعني يعني فيش إشي بعيد عنهم اليهود. أصلا ما بدك تبني اليهود كبالة. هذا الجيب جاي يعطينا الإنذار. عم نرحل. الله يعطي النعمة. صف على باب البيت. يلا خليه يسلم لك الإنذار. هذا عصام الجنود بس. مش عارف نزلوا من السيارة. سيارة حمراء، نفس السيارة أحمر، لون أحمر. أحمر. وهون طاولة مع كراسيها بين الشجر، بس بدي أرسم كرسي عند المسبح مشان كده. أول شيء الأرض هذه اللي مبني عليها أرض مملوكة لنا بالطابو، هذه أرض من عزمان العثمانيين وعزمان الأتراك وعزمان كل الدول، هذه مسجلة بأسامينا وأسامي المواطنين، بينما الجيش اللي قاعد بيهدد بتدمير هذا الجيش محتل ويجب هو إزالته من قرية العقبة ومن الأرض الفلسطينية وليس إزالة قرية العقبة من الوجود. إحنا نؤمن بالله سبحانه وتعالى وسوف نقوم بالبناء وإعادة المهجرين والبناء الإضافي لخدمة المواطنين، حتى لو هدموا البيوت هذه راح نبنيها إن شاء الله تعالى. في الأول بدنا نجمع على 3 مساكن ونبني، نخلي الناس يشوفوا على الأرض إنه بلشنا نبني، وبعدين نسعى إلى بناء 17. وأنا كنت أفضل إنه نكون في فلوس ونبني 20 وحدة مع بعض البعض عشان ما يكون في خلاف أو يكون في نوع من
المضايقات بين المواطنين. وإن عشت طفولتنا في قرية العقبة وهي أرض مملوكة لنا بالطابو، ودائما زي ما قالوا مسقط الرأس غالي وهي غالية علي، ويجب أني أدافع عنها ما دمت حيا إن شاء الله تعالى. صحيح يعني في مغامره وفي يأس وفي شو اسمه في احباط يوم واحد يصير يفكر انه في يعتبر الاحتلال يهد البيوت، يعني بظل الواحد فيه خوف وفيها، بس اذا احنا ظلينا خايفين مش رايحين نرجع ولا بدنا نظلنا في نفس المطرح. يعني لا مش عارف انه في امل، لا على اساس انه الواحد يكون عنده امل انه يرجع لارضه ووطن يكون الارض له فضل فيها، فلازم يعني يكون في امل هنا. يعني بستنى 4 سنين 5 سنين بستنى كمان شوي. انا بحب اوجه نداء للمؤسسات الحقوقيه والدوليه انها تقف الى جانب قريه العقبه. بحب اطلب من شعوب دول العالم تقف الى جانب هذه القريه التي تسعى الى السلام العادل، السلام المبني على العدل والاحترام والكرامه، لتقديم الخدمات الضروريه لقريه العقبه مثل المياه والبناء. اهم عنصرين عندي المياه والبناء لاعاده المهجرين وتخفيف معاناه المواطنين الذين يقطنون في قريه العقبه.